يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، الأسكندرية 33-26، مطروح 32-24، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 37-24، السويس العظمى 36 والصغرى 24، العريش 34-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-28، الأقصر 42-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب 36-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.